ابو داود هو سليمان بن الاشعث بن شداد السجستاني الامام الحافظ المحدث الفقيه صاحب السنن قال ابن حبان ابو داود احد ائمه الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا واتقانا جمع وصنف وذب عن السنن ومن مصنفاته ايضا المراسيل والزهد ورسالته الى اهل مكه وغيرهم في وصف سننه توفي رحمه الله سنه خمس وسبعين ومائتين من الهجره